الكل حول العالم بيتغنى بالمنتخب المغربي للفوتسال، رغم الخروج النهاردة أمام المنتخب البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للفوتسال بأوزبكستان. الكل عارف والكل بيؤكد إن المغرب النهاردة كانت تستحق الفوز على المنتخب البرازيلي، لكن سوء الحظ اللي كان ملازم لاعبي المنتخب المغربي والتحكيم الفاجر والحكم المرتشي حال دون ذلك. أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان تحدث لشبكة قنوات بي ان سبورت القطرية عقب انتهاء المباراة، واكد ان المغرب كانت الافضل طوال دقائق المباراة، والبرازيل جات لها 3 فرص في المباراة كلها، سجلت 3 فرص، بينما المنتخب المغربي لعب مباراة جميلة جدا واهدر العديد والعديد والعديد من الفرص، ولو كان سجل نص الفرص دي لخرج منتصرا على المنتخب البرازيلي. عملت لايك، عملت اشتراك، تابع معانا الحلقة وكل الاخبار عن النجوم المغاربة ان شاء الله. زيدان عبر قنوات بي ان سبورت القطرية اكد ان خروج المنتخب المغربي من ربع نهائي كأس العالم الفوتسال ليس نهاية المطاف بالنسبة لكتيبة هشام الدكيك، إنما المنتخب المغربي أثبت للكل أنه منتخب مرعب وعظيم ومن أقوى منتخبات العالم في كرة القدم داخل الصالات. زيدان أيضا تحدث أن مفيش ولا لاعب أثر من المنتخب المغربي للفوتسال، وأفضل لاعب المنتخب المغربي في البطولة هو الشعراوي سفيان الشعراوي، لاعب عظيم جدا جدا دفاعيا وهجوميا. ايضا زيدان تمنى كل التوفيق للكره المغربيه، واكد ان الكره المغربيه في طريق صحيح في كل المنتخبات وحتى على المستوى التنظيمي بتنظيم العديد من البطولات العالميه خلال الفترات القادمه.